السلام عليكم أخواتي، كنت منا تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحتنا الجيدة إن شاء الله. اليوم غادي نقدم لكم شباكية أو حلوة لسان العصفور أو لسان الطير. غادي نحتاجوا فيها 500 غرام ديال الدقيق أو نص كيلو، ساشية ديال خميرة الحلويات، ملعقة كبيرة ديال السكر، نصف ملعقة صغيرة ديال الملحة، أنا عبرت بهاد الملعقة اللي عندي، ونصف ملعقة ديال القرفة، وعندي هنايا كاس مملوء من الزبدة والزيت، وعندي هنا 6 معالق ديال حب حلاوة والنافع مطحونين ومغربلين، وملعقة بيضة واحدة، والماء حسب الخليط. على بركة الله درت السكر، عاد الصاشية ديال الرز أو خميرة الحلوى، أنا درت غير نص الرز، فيها غير 8 غرام، هذه اللي عندي فيها 16 غرام، والملحة. نزيدوا عليهم القرفة، النافع، حب حلاوة، كتشوفوا واشف. غادي نبدا نجمع فيهم مع بعضياتهم، عاد نزيدوا عليهم البيضة، وهذا الكاس ديال الزبدة والزيت، رفيه 6 معالق ديال الزيت، وغادي نجمع شوية بشوية. عاد نزيد عليه الماء تدريجيا. هاد العجينة البنات كتجي رطبة رطبة بزاف، وكتسهل علينا ندلكوها. جمع فئة كاملة، نزيد شوية ديال الماء، غير شوية كما كتشوفوا، وها راني جمعتها. ومن بعد قطعتها الى دوائر، دابا غادي ندلك فيها كما كتشوفوا، راه كتدلك دغيا دغيا. غادي نحاول نصنع منها دائرة، حيت مازال غادي نقلي فيها في المقلة، هذاك الشيء علاش بغيت نحصل على دائرة. لا يا بنات، كتها غير نصف طهية، مازال غادي تقلى في الزيت كما
كتشوفوا غادي نهزها نحطها في واحد المقله تكون على نار مهيله كما كتشوفوا راه كتطهى غير نصف طهيه. وغادي نبدا نكمل على هذه الطريقه ملي نكمل ندير وحده على وحده ناخذ جوج ونديروهم على شكل رولي او سيكار ومن بعد نلصقوهم بالماء والدقيق اللي كنت وجدت من قبل كما كتشوفوا كندير وحده على وحده ومن بعد نلوي هكا ومن بعد نلصق ونستمر على هذه الطريقه حتى نكمل هذوك الروليات كاملين الى هذيك الاخرى لتحت ما تلصقاتش لازم نديرو عليها الدقيق باش تلصق حتى هي وما تفتحش لينا منين نقليوها في الزيت. كما كتشوفوا راني سرعت هنا الفيديو انا كملتهم لويتهم كاملين دابا غادي نقطع فيهم. من الاحسن ناخذ شي مقص يكون كيقطع مزيان وغادي نقطعهم كاملين كما كتشوفوا ونستمر على هذه الطريقة حتى نكملهم كاملين حتى هذوك الطريفات الصغار غادي يتقلاو. باش يدخليهم الزيت لداخل وما يبقاش معجنين وعاد نقليو فيهم الزيت خاصها تكون سخونه بزاف اللي تكون سخونه بزاف نزلوهم فيهم كاملين ماشي كاملين المهم النص على قد المقله وغادي نقصوا العافيه كما كتشوفوا راني كنزلهم وحده بوحده وهكا منين كملت انا سرعت باش ما يجيلش الفيديو طويل نكمل نديرهم في العسل كما كتشوفوا كيجيو ما شاء الله ذهبيين محمرين ذهبيين وكيكونوا كيكونوا مطهيين الداخل يعني دخلاتهم الزيت مزيان كيجيوش معجنين. ما تنساوش هذيك الطريقه يا بنات باش ترخيوهم شويه وهاد مقله اخرى زدت عليها العسل ومن كمال نرشهم بجنجلان او السمسم راه كتجي على هاد الشكل. كنتمنى تعجبكم وما تنسونيش بالاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله.